من أهم الطقوس الرمضانية هي الزينة، زينة رمضان في الشوارع، حبل النور اللي بيفضل معدي كده في الشوارع من بيت لبيت، بتعتبر من أهم الطقوس فعلا، واللي بتخلينا نحس بالأجواء الرمضانية المختلفة عن باقي شهور السنة. الطقوس الخاصة بزينة رمضان موجودة من قديم الأزل ولسه مستمرة لحد دلوقتي. وحوي 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 وحوي. تتميز أجواء شهر رمضان المبارك بالزينة والفوانيس والأنوار المبهجة، حيث يتم تزيين الشوارع والمساجد وتعليق الأضواء عليها بشكل جمالي، وتحولت تلك العادة إلى طقس مستمر مرتبط بشهر رمضان. وبحسب ما تسجله كتب التاريخ، فإن أول من بدأ فكرة الاحتفال بقدوم شهر رمضان هو الخليفة عمر بن الخطاب، عندما قام بتزيين المساجد وإنارتها من اليوم الأول لرمضان، حتى يتمكن المسلمون من إقامة صلاة التراويح وإحياء شعائرهم الدينية. شهر مبارك وبقاله زمان. وحسب الروايات، فإن أول من أضاء المساجد في الإسلام كان الصحابي الجليل تميم بن أوس الداري، وقد أضاء المساجد بقناديل يوضع فيها الزيت، وكان ذلك كل يوم جمعة. وذكرت العديد من الدراسات أن الزينة تطورت في العصر الحديث بعد دخول الكهرباء في نهاية القرن 19، كما يرجع الاحتفال في مصر بشهر رمضان مع بداية الدولة الفاطمية، فقد كانوا يحتفلون به من خلال تزيين الشوارع وإنارة المساجد، ثم اتخذت الإنارة شكلاً جديداً مع الفانوس الذي تم اختراعه لاستقبال المعز على أبواب القاهرة، وهو قادم من تونس عام 262 هجرية. طبعا بالنسبه لجيلنا ما فيش شك ان هي كانت ذكريات لن تمحى من الذاكره. كنا بننزل كده نجمع، بس انا طبعا اعتقد ان الاجيال مختلفه يعني، فكنا بننزل نجمع الكراسات والكشاكيل اللي بتنتهي من بتاعه السنه اللي فاتت، بنكون شايلينها على جنب عشان عاملين حسابنا ان احنا نعمل فيها كده بالمقص بقى، ونقصها ونعمل بيها اشكال والوان. كنا بنفنن، مش مجرد ان احنا بنقص بس، لا بنفنن، وكل فرع بيبقى يعني نفس القصه دي هي نفس اللي بعدها نفس اللي بعدها، هنغير مثلا وهنروح شارع تاني. ما هو كنا شوارع بقى انا واصحابي مثلا، وكنا بنعمل كمان بالورق الفوانيس، وكنا بنعمل فوانيس أيوة. بالورق. اه دلوقتي الزينه اللي هي بتعمل دوشه دي، عارفاها مع شويه هوا دي مزعجه. ايوه صح، واليومين اللي فاتوا كان في ده في هوا شويه هوا اه فبيخلوا. ده حقيقي، انا بفتكر شويه الفوانيس دي كنت بحب اعملها قوي، الورق، وكمان بحب اجيب الفانوس الكبير ونعلقه يعني، او نحطه جنب الزينه، مش هنعلقه لان كده هيوقع. ما شاء الله بتعملي فانوس وبسبوسه في نفس الوقت وكنافه، ده هايله كتير والله. كده كتير هايله ف بس. فطبعا كنا لما بنعملها بقى ونجيب الحبل ده، نقعد نخلي حد بقى متخصص ويطلع السلم ده اللي هو القوي أيوة فينا يعني، أيوة. يطلع على السلم عشان يعلق الزينه بقى والدباسه بقى في الفرع ده، وبعد ما نخلص يجي واحد تاني ويروح قاطعها خالص. عامه دي من احلى الحاجات اللي فعلا بتحسسنا بجو رمضان، يا رب تفضل موجوده على طول.